أتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة جامعة محمد الخامس الطلاب في شخص رئيسنا الذي شرفنا بحضوره اليوم من خلال الدعم المتواصل للمعهد لاستضافة العديد من اللقاءات العلمية ومن ضمنها هذه الندوة على وجه الخصوص. وأرحب أيضا بالسيدة العمدة عمدة مدينة الرباط ترحيبا يليق بالمقام بأن شرفت جامعة محمد الخامس العتيبة والمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورو متوسطية والإبيض الأمريكية على وجه الخصوص بحضورها اللازم ثقة بها في الجامعة وإيمانا بها. وأرحب أيضا بالسيد مندوب حكومة كاتالونيا بشمال إفريقيا بتواجده معنا في افتتاح هذا النشاط العلمي، وبمن السيدة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفالة. كما أهني منظري هذه الأيام الدراسية على اختيار هذا الموضوع، موضوع الشباب والتغيير الاجتماعي من أجل تطوير بنيات عمل جديدة الذي سوف يتم تداوله والنقاش البناء في شأنه طيلة هذين اليومين. وأعبر عن عرفاني وتقديري للسيدات والسادة المحاضرين، خاصة أولئك الذين شدوا الرحال من مهجرة إسبانيا، وعلى الخصوص منطقة كاتالونيا، الذين أبوا إلا أن يشاركوا في هذه الندوة بمشاركات قيمة أتمنى أن يتم من خلالها تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين الباحثين وبناء شراكات في مجالي البحث العلمي والتدريس الأكاديمي. بالفعل لعب الشباب وما زال دورا حيويا في التغيير الاجتماعي عبر التاريخ، وقد شهدت العديد من الحقب الحركات الاجتماعية تأثيرا كبيرا للشباب في تشكيل مسار التاريخ. من بين هذه الأمثلة التاريخية على وجه الخصوص الدور الذي يلعبه الشباب في التغيير الاجتماعي، منهم من يمكن أن نذكرهم العلماء الشباب الذين ذاع صيتهم عبر العالم من قبيل توماس إديسون أو تسلا في ميل العلوم، أو موزارت الذي بدأ العزف منذ سن الثالثة والذي يستمع من معزوفاته حتى اليوم، أو ابن بطوطة ذلك الرحالة الذي طاف بلاد الوطن العربي وبلاد فارس وما وراء النهر وبعض الهند والصين إلى أواسط إفريقيا ومنذ الأندلس في رحلة بدأها وسنه لا يتجاوز 21 سنة. أما في عالم السياسة فالأمثلة عديدة ومتعددة جغرافيا وفي شتى مناطق العالم، نذكر منها حقوق المدنيين في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان الشاب الأمريكي الناشط جولوي ليوس واحدا من الزعماء الشباب الذين قادوا حركة حقوق المدنيين في الستينيات ونهضوا من أجل المساواة وإنهاء التمييز العنصري في الولايات المتحدة. ونذكر أيضا حركة الاستقلال في الماضي حيث شهد الماضي حركة استقلال ناجحة ضد الاستعمار الفرنسي في منتصف القرن العشرين، إذ شارك الشباب بنشاط في هذه الحركة من خلال التظاهرات والاحتجاجات والمقاومة السلمية للمطالبة باستقلال الحرية. أما اليوم فقد أضحت الرياضة ملاذا للعديد من الأطفال والشباب على حد سواء، والذين أصبحوا يقتدون بنجوم رياضة الشباب الذين صدع نجمهم وخاصة منها كرة القدم. والأمثلة عديدة في هذا الخصوص. في الماضي تتجلى أولا في دمج التعليم والرياضة في حكومة صاحب الجلالة مكرمه الله، ولهذا التوجه السديد دلالته التي لا تخفى على أحد، كما هو الشأن بالنسبة لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت مدرسة نموذجية صنعت الأبطال الشباب وما زال. يظهر هذا النمط من الأمثلة كيف يلعب الشباب دورا أساسيا وحيويا في التغيير الاجتماعي بالماضي، ويعتبر دور الشباب جوهريا في بناء مستقبل أفضل للبلاد
من خلال محافظة على استقرارها والحفاظ بل وحماية مكتسباتها من قبيل الحرية والديمقراطية والتنمية المستدامة. هذه الأمثلة تظهر كيف يمكن للشباب أن يلعب دورا بارزا وحيويا في التغيير الاجتماعي، فهم قادرون على النضال من أجل العدالة والحرية وتحسين الظروف الاجتماعية للمجتمعات التي يعيشون فيها. فمن واجبنا إذن تحفيز الشباب وتمكينهم من أجل مشاركة فعالة في الحياة السياسية والاجتماعية التي تمثل استثمارا هاما لتحقيق التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل. من المؤكد أن زملائنا من جامعة برشلونة سوف يعرضون للحضور كيف يلعب الشباب دورا حيويا في التغيير الاجتماعي لكتالونيا في مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد. فقد شهدت العديد من الحركات الاجتماعية في المنطقة تأثيرا قويا للشباب ومشاركتهم الفعالة، إذ يشارك هؤلاء الشباب في العديد من الحركات الاجتماعية في كتالونيا بما في ذلك حركات البيئة وحقوق المهاجرين والمساواة بين الجنسين.